الذي يعلمه يقينا أني دخلت في معركة السرطان، ساركوما وأخبث أنواع السرطانات، والذي يعلمه يقينا أني سأدخل في هذه المعركة وأعلم أنه سينتصر. أولا عليك بأسرتك، دور معها، التصق بأبنائك، لا تغرنكم الدنيا. الدنيا تعطي 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 ثم تصفع. هذه النصيحة الأولى. الثانية، عليك بأمك وأبيك ما استطعت، برهما ما استطعت، أحسن إليهما ما استطعت، على الأقل تجد من يدعو لك، وأصدق دعاء هو دعاء الأم لك. الثالثة، أحسن للناس، أحسن للناس ما استطعت كلاما وفعلا، واستقبل الناس دائما بوجه بشوش، وإياك أن تقنط من رحمة الله.